السؤال الرابع عايز يعرف ايه هي الـ abnormalities of the umbilical cord. اولا يعني ايه umbilical cord اصلا؟ الـ umbilical cord هو الحبل السري، cord معناه حبل، umbilical cord الحبل السري اللي بيربط الجنين بمشيمة الأم placenta of the mother. يعني ايه بقى عايز الـ abnormalities بتاعت الـ umbilical cord؟ يعني ربنا خلق الامبليكال كورد ده لازم يكون ليه طول معين، لو زاد عن الطول ده تبقى ابنورماليتي، حاجة مش طبيعية، ولو قصر عن الطول ده تبقى ابنورماليتي، حاجة مش طبيعية. وفي كمان هما 6 ابنورماليتيز هناخدهم سوا، شورت ولونج وهرنيا وحاجات زي كده. اول حاجة هناخدها هي الشورت كورد، يعني الامبليكال كورد الحبل السري طوله اقصر عن اللزوم، طوله اقصر عن اللزوم. طب وايه المشكله؟ عندنا مشكلتين، مش الامبليكال كورد ده ماسك من ناحيه في البيبي ومن ناحيه تانية ماسك في البلاسينتا المشيمه بتاعت الام؟ اذا هيأثر على البيبي وهيأثر على البلاسينتا. لما يكون قصير البيبي مش هيعرف يتحرك براحته، لان البيبي يتحرك جوه رحم الام يعني حركات خفيفه كده. طب دي مش مشكله قوي. يعني المشكله الكبيره فين؟ البلاسينتا. الامبليكال كورد الحبل السري لما يكون قصير زياده عن اللزوم هيعمل ايه؟ هيشد البلاسينتا، فالبلاسينتا البلاسينتا تنفصل عن الرحم بدري عن ميعادها، قبل الولاده. الكتاب بقى بيقول الكلام ده ازاي. اول abnormality of the umbilical cord الحبل السري short cord، يعني الحبل السري قصير، هيعمل ايه؟ leads to limitation of the movement of the fetus، يعني هيحدد حركة الفيتس، الفيتس مش هيبقى واخد راحته، and premature separation of the placenta، البلاسينتا هتنفصل قبل الولادة. انا مش عارفة مخاطر الحكاية دي ايه الصراحة. يعني تاني abnormality للأمبليكال كورد، الصورة موضحة كويس قوي، ان الكورد الامبليكال كورد الحبل السري لو كان طويل زيادة عن اللزوم ممكن يلف حوالين رقبة الجنين. يبقى الكتاب بيقولها ازاي؟ long cord، يعني الامبليكال كورد الحبل السري طويل، the long cord may encircle the neck of the fetus، ممكن يلف حوالين رقبة الجنين، ما قالش حاجة غير كده. تالت abnormality هي حاجة اسمها ايه؟ اوموفيلوسيل. يعني ايه الكلام ده بقى؟ يعني في هرنية هنا، في فتق هنا زي ما الصورة مبيناه. هي ايه الحكاية؟ الحكاية ان في مرحلة من مراحل تطور الجنين الانتستنز بتاعت الجنين، الامعاء بتبقى موجودة جوه الامبليكال كورد، جوه الحبل السري، بس بعد مرور وقت معين الانتستنز دي بترجع للابدومينال كافيتي في مكانها الطبيعي. تمام. المشكله بقى هنا ايه؟ الابنورماليتي هنا ايه؟ ان الانتستنس دي فشلت في انها ترجع للابدومينال كافيتي بتاعها. دي حاله اسمها ايه؟ اوموفيلوسيل، يعني كونجينيتال امبليكال هيرنيا. هيرنيا يعني فتق حته من الجسم خارجه بره مكانها. امبليكال يعني في اجزاء من الانتستنس خرجت مكانها، فت راحت الامبليكال كورد. فدي حاله اسمها كونجينيتال امبليكال هيرنيا بين قوسين اوموفيلوسيل. طب بيقولها ازاي بقى؟ the cord contains coil من الانتستين. الامبليكال كورد اهو في كويلز من الانتستين، يعني اجزاء من الانتستين، which failed to return to the abdominal cavity. كان المفروض بعد يعني في مرحلة من المراحل هي طبيعي انها تكون الانتستين هنا، بس بعد كده ايه؟ بترجع. هي بقى ما عرفتش ترجع للابدومينال كافيتي تاني، fail to return to the abdominal cavity. رابع abnormality عندنا هي ايه؟ degeneration of one umbilical artery. يعني ايه الكلام ده؟ الحبل السري لو خدنا سيكشن فيه هيطلع لنا الوش ده. عندنا umbilical artery
وفي واحد زيه تاني برضه امبيليكال ارتري، وعندنا امبيليكال فين مش عايزينهم. احنا بس عايزين نعرف ان عندنا اتنين امبيليكال ارتريز في الامبيليكال كورد في الحبل السري. ايه بقى الابنورماليتي؟ ان واحد من الاتنين دول يحصل له ديجنريشن والتاني يفضل عادي زي ما هو، مش اي مشكلة. طب بيقولها ازاي بقى؟ degeneration of one umbilical artery، مثلا ده umbilical artery يحصل فيه degeneration، التاني لا resistance عادي يعني with the persistence of one artery، واحد منهم هيبوظ والتاني هيكمل عادي مش اي مشكلة. خامس abnormality هي abnormal attachment. يعني ايه الكلام ده؟ المفروض الامبيليكال كورد بيبقى ماسك في الجنين من ناحية، ومن الناحية التانية ماسك في البلاسينتا بتاعت الأم المشيمة، يعني اهي بسرعة احسن. ده النورمال اتاتشمنت بتاعت الامبيليكال كورد. المفروض الامبيليكال كورد يبقى يعني ايه قريب من السنتر شوية، تمام. عندنا بقى حالتين ابنورمال اتاتشمنت، يعني مش ماسك في المكان الطبيعي بتاعه. المفروض المكان الطبيعي بتاعه فين؟ هنا. لو اتطرف يعني بقى ماسك في المارجن بتاع البلاسينتا طرف المشيمة، هيبقى دي حالة اسمها ايه؟ باتل دور بلاسينتا. ولو حصل حاجة تانية بقى خالص اسمها ايه؟ فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد، يعني ان الامبيليكال كورد اصلا هو مش ماسك في البلاسينتا، هو ماسك في الممبرينز اللي حوالين الامبيليكال كورد. في ممبرينز او اغشية هنا كوريون وانيون وحاجات زي كده حوالين الجنين، الامبيليكال كورد ماسك فيها. طب والبلاد فيسلز اللي في جوه الامبيليكال كورد اخبارها ايه؟ هي متوصله يعني لازم تمشي مسافه شويه عشان توصل للبلاسينتا للمشيمه. دي حاله تانية اسمها فيلامنتس بلاسينتا، تمام. نقراها كده سوا. هما باتل دور والفيلامنتس دول الحالتين بتوع ايه؟ بتوع الابنورمال اتاتشمنت. كلمه باتل دور هي معناها ان المارجن بتاع ان الامبيليكال كورد ماسك في طرف المشيمه. بس هي جايه منين؟ ان زمان كان في لعبه زي التنس كده ليها المضرب بتاعها كده، تحس انه دوريه كانها البلاسينتا، ولو الامبيليكال كورد ماسك في طرف البلاسينتا زي ما الراجل عامل كده زي المضرب التنس ده بيسموها باتل دور. فانا هو شاف ان اللي سماها ذكر اللعبة دي، فقال خلاص نسميه باتل دور يعني حتى منهاش. فالابنورمال اتاتشمنت حالتين نقراها سوا كده. abnormal attachment of the umbilical cord which may be attached للمارجن بتاع البلاسينتا، اهو الامبيليكال كورد ماسك في طرف المشيمة، تمام. والحالة دي نسميها ايه؟ باتل دور. طيب فيلامنتس دي الحالة التانية اللي فيها اصلا الجنين بيبقى عامل يعني هو بيبقى اتاتشد للبلاسينتا بس عن طريق ممبرينز، يعني هو بيبقى ماسك في الممبرينز وبعت البلاسينتا البلاد فيسلز بتاعته عن طريق يعني مش ماسكين كويس. هو بص انا مش فاهم الحتة دي كويس يعني، بس ده اللي يعني سألت الدكتور رضا عليه وده اللي فهمته منها مش قوي يعني. اخر حاجة بقى عندنا النوتس، عقد الامبيليكال كورد. الامبيليكال كورد ممكن تحصل فيه عقدة، يعني زي عقدة دي ودي كمان عقدة، بس في فرق بين الاثنين. دي عقدة ان حرفيا الامبيليكال كورد اللي فيه البلاد فيسلز اللي بتودي الاكسجين من الام للبيبي، بتاخد الويستس من البيبي للام، ها اتقفلت. يعني في نط عقدة، كأن لفينا زي ما بنلف حبل او بنعمل عقدة كده في الحبل كده. يحصل ايه؟ كده البلاد فلو وقف، يعني مفيش اكسجين واصل للبيبي ولا في وستس خارجة من البيبي، اذا الجنين هيموت. البلاد فلو وقف. وفي نوت تانية يعني عقدة تانية، بس هنا ايه؟ هي مش عقدة حقيقية، يعني هي مجرد ان البلاد فيسلز بقوا طوشة شوية او واسعين شوية، فعملت زي بروس كده يهيئ لنا انه نوت، بس هو مش نوت حقيقي. البلاد فلو ماشي هنا والدنيا زي الفل عادي. نقراها سوا كده. True not مشكلتها في obstruction of umbilical vessels، الفيسلز اللي جوه اللي بتوصل الاكسجين والنيوترينتس للبيبي
اتقفلت، حصل فيها obstruction، فمات الجنين with subsequent death of the fetus. عشان بتوصل له، عشان الامبليكال ارتريز والفينز اللي جوه بتوصل الاكسجين للبيبي، تاخد منه الويستس. فلما خلاص هي عقده البلد فلو هنا وقف، فالفيتس يموت، مش وصل له اكسجين ولا وصل له الحاجات الاساسيه عشان يعيش. في بقى فولس نوت. هي فولس ليه بنقول عليها فولس نوت؟ هي مش عقده حقيقيه، هي بس البلد فيسلز هنا بقت توش شويه، فالبلد فلو ما حصلوش انتربشن، عادي البلد فلو ماشي زي الفل والدنيا مفيهاش اي مشكله، which does not interpret the blood